وفي مؤتمر صحفي جمع الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان في العاصمة المجرية بودابست، رحب خلالها رئيس وزراء المجر بالرئيس عبد الفتاح السيسي وأعرب عن ثقة بلاده في قيادته لمصر التي يعتبرها دولة محورية ومؤثرة في محيطيها العربي والإقليمي. أرحب بالرئيس عبد الفتاح السيسي وأؤكد أن لقاءنا هذا هو لقاء استثنائي في الوقت الذي ترأس فيه المجر تجمع الفيشغراد، وغدا سنجري محادثات بين دول التجمع ومصر بحضور الرئيس السيسي. نحن نستقبل ضيفا خاصا في بلادنا لأن مصر قامت بقيادة الرئيس السيسي بمحاولات لبناء استراتيجية وطنية مستقلة، والمجريون لهم رؤية خاصة للعالم، ونقدر رغبة الدول الأخرى لاستقلاليتها وحريتها وتحكم أيديهم بزمام الأمور. والجدير بالذكر أن تاريخ المجر حافل بالصراع الدائم من أجل الحرية والاستقلال، وعندما يأتينا رئيس من دولة يحاول بناء دولته معتمدا على هذه الأسس نعتبره ضيفا خاصا جدا. أود أن أطلعكم عن حب واحترام الشعب المجري لكم، وأهنئ مصر على خلق الاستقرار في اقتصادها وتبني سياسات خارجية مستقلة. تعلمنا أن ما يحدث في المنطقة نشعر بنتائجه في بلادنا منذ العصور الوسطى، فمصر جارة لنا وبلد مؤثر جدا في محيطيها العربي والإقليمي ولها تأثير مباشر. مصلحة المجر لطالما أتت مع استقرار مصر ليس فقط عسكريا وأمنيا ولكن أيضا اقتصاديا، والمجر ترى أن أوروبا يجب أن تسهم في تأمين ودعم استقرار الاقتصاد المصري، وتجمع الفيشغراد سيسهم في ذلك أيضا. وسنبرز أهمية المباحثات الدائمة بين أوروبا ومصر وتحقيق شراكة اقتصادية مصرية أوروبية بعيدة الأمد، وتستطيعون الاعتماد علينا في المستقبل. وأود أن أذكر الرئيس عبد الفتاح السيسي بالزيارة التي قمت بها قبل عامين للقاهرة، واتفقنا خلالها على زيادة سبل التعاون بيننا في مختلف المجالات، وهو ما يحدث بالفعل الآن. وأؤكد أيضا دعمنا واحترامنا لجهود مصر في محاربتها ضد الإرهاب، وأدعوكم إلى الثقة بنا دائما. وأيضا نعرف أن صراع مصر مع الإرهاب هو شرط أساسي لتأمين الاستقرار في أوروبا، ومصر تدافع عن المجر وعن أوروبا بشكل عام، ومن مصلحتنا ومصلحة العالم أن يكلل صراعكم ضد الإرهاب بالنجاح. وغدا سنسعى خلال محادثات فيشغراد لمناقشة القضايا الأمنية وإطلاق مشروع تعاون مصري مجري. ومن جانبه ثمن الرئيس عبد الفتاح السيسي الدور المجري الداعمة للدولة المصرية عموما وخصوصا في محاربتها ضد الإرهاب، وأكد سيادته أن الشعب المصري هو البطل الأول المحارب للإرهاب من ناحية، ومن ناحية أخرى يسعى إلى تغيير واقعه من خلال تحمله للإصلاحات الاقتصادية القاسية التي اتخذت خلال الفترة الماضية. بأكد لك فخامة الرئيس أن الشعب المصري بيسعى إلى تغيير واقعه بجد، والشعب المصري خلال السنوات القليلة الماضية وبإجراءات اقتصادية قاسية جدا وصعبة جدا كان يصعب على دول كتير وعلى حتى على بلدنا إن هي تتحملها. الشعب المصري بكل جدارة بكل احترام بكل ثقة تقبل هذه الإجراءات رغم قسوتها، وعشان كده يمكن كان لابد إن أنا وانتم تحدثتم عن الاستقرار، ان جزء كبير من الاستقرار هي قناعة المصريين بأهمية الاستقرار، قناعة المصريين بأهمية تحمل تكاليف الاستقرار سواء في مواجهة الإرهاب او حتى في الإصلاح الاقتصادي. النقطة الثالثة اللي قبل ما اتكلم فيها هي خاصة بأشقائنا المصريين. احنا في مصر ما بقناش نميز، ومش مقبول ان احنا نميز بين المصريين وبعضهم البعض على أساس ديني، وبالتالي حق المصريين كل المصريين الحماية والأمان والحرية والحقوق للكل، وده أمر إحنا عندما بنعمله لا نستحق الشكر عليه، لا نشكر على حماية أهلنا. ما يدور في مصر دول مصريين وإحنا مسؤولين عنهم كجزء من الشعب المصري ككل. فكان لابد ان انا بس اكد دي، لان احنا في مصر ما بنميزش الان، ولا وغير مقبول ان احنا نقول مصري كذا ومصري كذا، حتى انا مش قادر اقولها في اثناء الخطاب. كان لابد ان اقول الثلاث نقاط دول. السادات والساده،
ان العلاقات بين مصر والمجر علاقات تاريخية وممتدة، حيث نحتفل العام المقبل ان شاء الله بمرور 90 عاما على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. وطالما كانت العلاقات السياسية بينهما راسخة وقوية، توفر اساسا متينا للارتقاء بمجمل العلاقات الثنائية التي شهدت تطورات إيجابية خلال السنوات الأخيرة. إنني لعلى ثقة في أن التنسيق والتشاور المستمر مع السيد فيكتور أوربان من شأنهما دفع الشراكة القائمة بين البلدين إلى آفاق أرحب لما في صالح دولتين وشعبين الصديقين. لقد تناولت مع السيد أوربان في مباحثتنا اليوم سبل تعزيز العلاقات الثنائية، خاصة في المجال الاقتصادي، حيث نحضر معا مساء اليوم اجتماع منتدى الأعمال المصري المجري الذي يتيح الفرصة لبحث سبل زيادة الاستثمارات المتبادلة وتنشيط التبادل التجاري بين مجتمعي الأعمال في البلدين. كما ناقشنا بعض القضايا الإقليمية والدولية التي تحظى باهتمامنا المشترك، وذلك استمرارا لما تناولته مباحثاتنا خلال لقاءاتنا في العامين الماضيين، حيث لمست حرصا متبادلا على استمرار وتفعيل التنسيق بين البلدين. أخذ في الاعتبار المكانة الهامة التي تحتلها المجر والدور البارز الذي تقوم به داخل الاتحاد الأوروبي. وفي هذا الإطار أود أن أعرب عن تقديرنا للموقف المتوازن للمجر إزاء التطورات في مصر، وأملنا في أن ينعكس ذلك على مواقف الاتحاد الأوروبي بما يحقق فهما أكبر لحقيقة التحديات الاقتصادية والتنموية في مصر. السيدات والسادة، لقد ناقشت اليوم مع السيد رئيس الوزراء سبل تعزيز التعاون المشترك لمواجهة ظاهرة الإرهاب المتنامية، وأكدنا أهمية تضافر الجهود الدولية لوضع حد لها. كما عرضت الرؤية المصرية بشأن استراتيجية مكافحة الإرهاب الذي بات يهدد كل دول العالم، بما في ذلك ضرورة التعامل مع الجهات والدول الداعمة والمساندة للإرهاب والمنظمات الإرهابية. وتطرقنا كذلك إلى أزمة اللاجئين وأساليب التعامل معها، بما يدع حدا لمعاناة الأبرياء الذين يتعرضون للتشريد جراء الحروب في منطقة الشرق الأوسط، وسبل تعزيز التعاون بين البلدين في هذا الإطار. وأوضحت للسيد أوربان العبء الذي يقع على كاهل مصر في هذا الملف، سواء فيما يتعلق بتأمين حدودنا البحرية أو بمساعينا لتأمين حياة كريمة لمن اضطرتهم الأوضاع في المنطقة إلى القدوم إلى مصر والاستقرار بها. واتصالا بذلك، فقد تبادلنا الرؤى حول آخر التطورات في المنطقة، خاصة الأزمات في سوريا وليبيا والمساعي القائمة لإيجاد حلول سلمية لها. واتفقنا على ضرورة بذل المجتمع الدولي لمزيد من الجهود لوضع حد لتلك الصراعات. كما تم التشاور حول سبل دفع عملية السلام في الشرق الأوسط بما يحقق تسوية دائمة وعادلة، استنادا إلى القرارات والمرجعات الدولية ذات الصلة، بما يضمن تحقيق حل دولتين. وأخيرا، فإنني أؤكد مرة أخرى على علاقات الصداقة الخاصة التي تربط بين الحكومتين والشعبين في مصر والمجر، وعلى أهمية مواصلة الحوار والتشاور بين البلدين على كافة المستويات من أجل تعزيز التعاون الثنائي لمواجهة التحديات المشتركة. لا شك أن الحفاظ على دورية انعقاد الاجتماعات بيننا من شأنه المساهمة في تحقيق ما نطمح إليه من ارتقاء في علاقاتنا وتوفير آلية متابعة لما يتم الاتفاق عليه من مجالات تعاون تحقق مصالح الشعبين الصديقين. قبل ما اختم كلمتي، اسمحوا لي ان انا اوجه كل التحيه وكل التقدير لفخامه الرئيس، واوجه كل التحيه والتقدير للشعب المجري الصديق، واشكره واشكر فخامه الرئيس اللي انا باكن له تقدير واحترام خاص على المستوى الشخصي. ومش عايز اقول ان انا مش عارف مسموح لي ان انا اقول كده ولا لا، ان انا ساعات بقول ان الشعب المجري محظوظ بفخامة الرئيس. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا.